يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، خير يا طير؟ صورة الدكتور في جريدة اليوم. ما شاء الله وكان، ما شاء الله. وأنا مالي يا راجل لما تكون صورة الدكتور في جريدة اليوم؟ بعدين أنو دكتور اللي تحكي عنه أنت يا زلمة؟ سيبني أشتغل في شغلي يا راجل. بس يا أبو علي، هذه صورة الدكتور سامي، صورة ابنك. سامي ابني؟ فرج كيف يا أبو علي منور الجريدة. أه والله مظبوط. والله يا ابو العبد، بدك الصحيح، انا هلقيت بحق لي ازعل منك. خير يا ابو علي؟ يا ابو العبد، من اول ما دخلت من هناك كل صوره الدكتور سامي يا راجل عشان افرح. يا ابو علي انت معطيني فرصه. اللهم صل على العموم. ما بارك الا انت. الله يبارك فيك. بركه انت يا ابو العبد. الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله، والله ما هو منورك الجديد. والله منورك. لا كيف لما يشوف ورقه اخوي ابو جميل حبيبي بفرح لي كثير هذا الراجل. يا ابو جميل، ايه ابو جميل. ايوه يا ابو علي ايوه. الحق يا حبيبي الحق. خير ان شاء الله. خير يا ابو علي، خير ان شاء الله. ايش في؟ صورة الدكتور سامي ابني في الجريدة تحت اليوم. هذا شو؟ يا سلام. يا مي محلا، والله احلى، كل احلى من كل الصور يا ابو علي. الله يحلى ايامك. شايف بالله. لا وكمان ايش؟ كاتبين كلام هلا اكيد عنه، ما زال تحت الصورة يبقى عنه. خليني اقرا لك وياه انا. لا 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 يا ابو علي، عيب عليك، ايش اللي بتحكيه؟ ابو جميل موجود في الدب دب، انا بقراها عنك يا زلمه. انت؟ يا ابو جميل، انا بقراها يا ابو جميل. يا ابو العبد سيب، انا اللي بدي اقراها. الله يهديك يا ابو جميل. يا ابو العبد سيب بقول لك. يا ابن الحلال طواني. يا ابو العبد سيب. انا يا ابو العبد ما في حلال، ما حدا بيقرا لي، فاهم ولا لا؟ يا ابو جميل، انت بتعرف تقرا؟ ايه؟ انا بعرف شقرا، انا مخلص صف سادس وبعرف شقرا. اللهم صل على النبي. ومعي دبلوم في قص الشعر. ما شاء الله. اقرا يا ابو سادس، اقرا يا اخوي تاني اسمع. اسمي يا سيدي ايش كاتبي؟ هات شو. القى الطبيب سامي حسن عبد الله في مركز الثقافه. محافظه. يا ابو جميل. خير يا ابو العبد، ايش في؟ من اولها. ايش في يا زلمه؟ من وين مركر هذه؟ يعني هاي بكتبينا في الجريده. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف لو انا مش قريها يا ابو جميل؟ انت قريها؟ قريها يا ابو جميل. ومش شايفها؟ يا ابو جميل هذه مش مركر. هذه في مركز. هذه مركز؟ في مركز الثقافة. طيب يا ابو العبد حكك علي، مش شايف النقطة. مش شايف النقطة؟ طيب وين النظارات؟ نسيتهم في المحل. طيب يا ابو جميل على العموم على مهلك وتستعجلش، وحدش بيجري وراك. حاضر يا سيدي، ولا يهمك ولا يهمك. عشان اخونا ابو علي يعرف ايش كاتبين عن ابنه. حاضر حاضر. في مركز الثقافة محاضرة حول الأمراض العقلية، صح؟ صح. وتطور محلات علاجها، صح؟ لا مش صح. خير إن شاء الله. يا أبو جميل، من وين محلات جبت؟ يا عمي فاتحين محلات العلاج الطبيعي هيو. والله انا خير جايب محلك وحطه هنا يا ابو جميل. لا محلي مش معاهم. يا ابو جميل هذه وتطور مجالات علاجها. هذه مجالات؟ مجالات مش محلات. لا 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 بيطلع لك عشان ابو العبد المرة هذه. الحق عليهم. ناسيين يحطوا النقطة. مظبوط. طبعوا كل الجريدة وعملوها بس انقلبوا في النقطة. ايوه ايش فاهمين فيها يا ابو علي؟ لا هم غلطانين. عمل. حاضر يا سيدي. وقدرة الكثير من المعاقين على التعليم والتدريب المهني. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي ليس غريبا عن المعاقين، لأن أمه خرساء. هيهم كاتبين عن حسن يا والي. ووالده يعاني من شلل في الساق اليمنى. يا أمو جميل، هيا يا أمو جميل. وين انت يا أمو جميل؟ وين انت يا أمو جميل؟ انت سايب المحل وجاي وراي ليش؟ يا أمو جميل طالع ساعتين في المحل وسايق الطريق اللي شفت شوية هواء. أنا طالع عشان شوية هواء؟ أنا قاعد بقرا في الجريدة. يعني الجريدة أهم من دجنة يا أمو جميل؟ طبعاً أهم من دجنة. فيها مقالة مهمة عن الدكتور سامي ابن أبو علي. وبعدين تعال جاي.
انت علاش مستعجل؟ ها علاش مستعجل؟ في وراء عزومة عمو جميل. وراك عزومة؟ انا معزوم معاك؟ عائلية. عائلية؟ والساعة قداش العزومة؟ ها الساعة قداش العزومة؟ كل الساعة قداش؟ الساعة 3. وهلقيت الساعة 10 يعني، في وقت كتير معاك بعدين. بعدين تعجل. دقنك كلها مش مستاهلة. هلقيت باقي اسحب لك اياها عرقي تروح استناني. والله زباين اخر زمن هذول. لوين وصلنا يا ابو علي؟ لهان يا ابو جميل لهان. اما اخاه الاكبر واخته الصغرى فانهما معاقان جسديا وعقليا. وقد صرخ الدكتور سامي. استنى استنى يا ابو جميل استنى. استنى يا اخوي معيلي اولا انا مش فاهمه كويس، كمان هذه مين اللي صرخ؟ الدكتور سامي. انا ابني صرخ ليش؟ مصرخ على المراسل بعد المحاصرة. محاصرة؟ صراخ ومحاصرة، ايش هو مطوق الولد ولا ايش حكايته؟ ايوه ايش بعرفني هيك في الجريمة؟ يا راجل فسر يا راجل. اهدى اهدى يا ابو علي، ابنك لا صرخ ولا محاصر ولا حاجة. ما انت سامع ايش اللي بقراه يا ابو العبد؟ يا ابو علي ما انت مش غشيم على ابو جميل. ما هو ضعيف في القراية. يا اخوي دخيلك اقراني انت. الله يرضى عليك. ايش ابو جميل؟ يا ابو جميل. أما عد شعري؟ أما عد شعري يا أبو جميل؟ الله لا يبارك لك يا أبو العابد. أيوه أنت لك شعر. على كل حال تعال علي على المحل وأنا بحلق لك إياه ومع الزيرو. يا أبو جميل إحنا مش في الشعر، إيش اللي بتحكيه هذا يا أبو جميل؟ يا عم هي الدكتور بيصرخ في الجريدة. من وين صرخ الدكتور؟ هذه وقد صرح الدكتور سامي. صرح؟ صرح مش صرخ. مبروك يا معلم مبروك. نعم ايش في؟ اكتب سرطان الاتصالية. الله عليك اسمك يا راجل. ابني بيشتغل في مستشفى ولا في مكتب عمل؟ ايوه ايش بدريني انت الدكتور؟ والخطية مرقبتك واللي يدمك على كيسك ها، اوعى تنسى يخليه يعملنا تصريح. يا ابو جميل يا ابو جميل عليك ضغطي يا ابو جميل. وانت كمان عندك ضغط بعلى بنزين؟ احنا في التصريح. احنا في المقال يا ابو جميل. يا عم هيج مصرح انت بتقول. وقد صرح الدكتور سامي مش بعمل تصريح. حاضر يا ابو علي يا ابو العبد حاضر. بعدين وين هذا المحاصر ومحاصرة من وين جبتها؟ هذه وقد صرح الدكتور سامي لمراسلنا بعد المحاضرة. محاضرة؟ محاضرة مش محاصرة. طيب يا عمي طيب. اقول لك يا ابو جميل هات تقراها. لا سيب سيب انا اللي بدي اقراها يا جماعه. انا بدي اخدها منك رسالتك يا سلام. حاضر يا سيب. كمل طيب كمل. الاحتلال يرفع حظر التجول على الفن. ايه روحي ايه 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 والله لخمدون انا عارف بقرا في المقال اللي بعدها. يا عمي وقد صرح الدكتور سامي لمراسلنا بعد المحاصرة. بعد المحاضرة بعد المحاضرة حاضر. بأن المجتمع بحاجة ملحة للتوعية والتنوير حول المعاقين. شاطر يا ابو جميل. اللهم صل على سيدنا محمد. أي الدكاترة اللي بترفع الرأس ولا بلاش؟ الله يرضى عليك ويحميك. أبو علي أبو علي. نعم. أنت عارف؟ اي والله هذه بدايه حلاي ولا شو رايك يا ابو العبد؟ انت يا ابو جميل دائما الطيني ودائما همك وبطنك. حاضر يا ابو جميل. حاضر يا ابو جميل. تحلاي واحده يا ابو جميل بس. صدقني اذا قارف ابو العبد غير بدال التحلايه تنتين. تنتين يا ابو العبد تنتين. حبيبي يا ابو علي تنتين ها. طبعا تنتين. وخصوصا بعد ما نخطب له. وين هي هذه سعيدة الحظ؟ ممرضة يا ابو جميل تشتغل في المستشفى اللي بيشتغل فيها. ممرضة بتشتغل في المستشفى؟ ابو علي بتقدر تقول لي من انهي بلد؟ والله يا ابو جميل بالظبط من اي بلد انا مش عارف، بس الدكتور سامي بيقول انه اهل هناسي كويسين
اهلها ناس كويسين وابو جميل بيعرفهم مش معقول. طيب انا بعرف كل كويسين البلد مش حلاق. ايه ضروري اعرفها. ابو علي ابو علي بتقدر تقول لي من دار مين؟ صدق بنقال عنك حلاق ولا تقس على دمك. ومالهم الحلاقين ها؟ وايش اللي انا قلته عشان ينهم رزقك؟ وكيش بدك يا ابو جميل؟ الناس طلعت على القمر وانت لسه جاي تسال من دار مين؟ عندك توسال حبيبي وبدي مصلحته بدي اياه يتجوز واحد على قد مقامه. بارك الله فيك يا ابو جميل، هيك الامر والله يا شيخ. على العموم يا جماعه الدكتور سامي عايزكم انتم اثنين تروحوا معانا المغرب على السوق ان شاء الله. ايش رايك يا اخوي ابو العبد؟ احنا يا ابو علي في هذا اليوم والله يا سيدي بحصل لنا الشرف. الله يشرف بدارك يا ابو العبد. وانت يا اخوي ابو جميل 100%. وقديش ناويين على خير ان شاء الله؟ خليها لما اروح الدكتور سامي ونشوف رايه. بس وقت تنسى يا ابو علي تهليتينها. يا سلام يا سلام يا سلام على الايام مع صراحه. سبحانك يا رب. اليوم بدي افرح حسابي ابني. صدقني يا ابو جميل، صدقني يا ابو العبد، صدقوني اني انا حاسس انه لسه امبارح كان على ايدي في اللفه. ها فقدنا القط جاي نط. هاي الدكتور جاي من اول الشارع، بدي اروح اخذ منه التهلاية على طول. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا يا دكتور، كيف الحال؟ سلامات. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ كيف حالك يا عم بلعبي؟ هلا يا دكتور، كيف حالك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا عم بلعبي. نور السوق يا دكتور. بوجودك يا عم بلعبي، بوجودك. كيف حالك يا أهلا يا دكتور. مرحبا. أنا يابا جاي عشان أشوفك وأقدم لك مفاجأة. جاي بطيخة. مفاجأة؟ بس يا بني اللي أنا شايفه في جريدة اليوم أحلى مفاجأة إلي. أي لا يابا، بس المفاجأة اللي معي أحلى وراح تحبها أكثر. أكيد سيدريك ناف. يا سلوى سلوى هي وين راح؟ سلوى أيوه. أنت وين رحتي؟ بحسابك ماشي معي. أبداً هيني، بس هيني على الثاني هيني وطلعت. هذا هي يابا سلوى اللي كنت أحكي لك عنها. اللهم صل على النبي. أهلاً يا مرحبا. هات قبل أي كرسي، هات حبيبي هات. تفضل يا سلوى. الحمد لله يا عم، الله يرضى عليك. كيف حالك انت؟ شو اخبارك؟ يا عمي من لقى بابه نسى اصحابه. الله يجزيك يا ابو جميل. يا ابو جميل يا بركه، خلي الجماعه ياخذوا راحتهم وشوف زبونك له خمس ساعات نزيف المحل. والله معك حق يا ابو العبد، يزيدوا الزلمه. يلا بخاطركم يا جماعه. مع السلامه. طيب يا ابو علي عن اذنكم خذوا راحتكم. تفضل. السلام عليكم. مع السلامه. اهلا وسهلا. يا مرحبا. الحمد لله. كيف الدكتور سامي معاك؟ لا ماشي حالك. مش مغلبه؟ اذا غلبه قولي لي وانا تاني بمزح. لا ماشي حالك. شوف يا عقل جبالي بس يا بني اللي انا شايفه على وجهها بيقول لي انه في حاجه. انا شايفه اني لازم اروح علشان تاخذوا راحتكم. لا لا يا بنيتي ابدا، ما تفهمنيش غلط، انت وجودك الخير والبركه. اتفضلي يا بنيتي اتفضلي. شو يا دكتور سامي؟ شو هتحكي ولا احكي انا؟ سامحني انت يا بنيتي مخبي علي شيء؟ ابدا يابا ابدا يابا، شويه مشاكل صارت في داخل المستشفى. شكرا. يا ساتر يا رب.
عشان كده ايش يا ابني هذا؟ احكي لي يا ابني ايش اللي صار؟ انت هيك لقيت ايه؟ يابا في ممرض. في ممرض بضل يتطاول علينا بألفاظ غير لائقة. وبعايرني. ودمه يعايرني باخواني. بعايرني باخواني علشان هم معوقين. ممرض بتطاول عليك وكمان بيعايرك باخوانك المعاقين. اذا كان ممرض وبيعمل معاك هيك هذا كيف لو دكتور؟ مش بعيد كان ضربك. ايش اطلع ابوه؟ استغفر الله العظيم. طيب يا ابني وانت ما عملتش اي حاجه؟ كان على الاقل شكيت لرئيس القسم. ما هي المصيبه الكبيره انه رئيس القسم وسائد هذا الممرض كمان. بس انت ولا يهمك، احنا راح نرفع تقرير لرئيس المستشفى ونحكي فيه عن كل اللي بيحصل فيها، واكيد اكيد راح يحط له حد. انا لكن نفسي افهم، نفسي افهم وين هي الجريمه. قولوا لي يا ناس، يا ناس قولوا لي وين الجريمه؟ الجريمه انه اخواني معوقين، الجريمه إنه لي أخوة معاقين. هو أبويا، أبويا الله يسامحه، لو إنه متجوزش بنت عمه كان هذه المشاكل، كان هذه المشاكل أنا موقعت فيها. آخ يا ابني، آخ منك ومن كلامك. حرام عليك يا ابني، أنت عامل زي اللي زي المثل لما قال يلي ابوك مات من الجوع، قال له لك ايش ياكله وما اكلش. بس انت هيك قلت على ابوك مواجع. ما كانش قصدي يابا، ما كانش قصدي، سامحني يابا، والله ما كان قصدي يابا، الكلام طلع غصب عني، سامحني يابا. انا اتاخرت وصلت اسمع. عن اذنك يابا دقيقة واحدة بدي اوصل رسالة. خلي كراسي. سبحان غير الأحوال. الله يا ابني كلامك، كلامك رجعني لورا 30 سنة. 30 سنة رجعني لذيك الأيام بعيد. كان نفسي أظل نسيها، لأني لما بتذكرها بحس إنها سكاكين تقطع في قلبي. ملا يا ابني كمان، ملا كمان كنت أتمنى أخذ اللي في بالي، لكن الناس، الناس الله يسامحهم خلوك انت السبب، خلوك انت السبب تحرماني. يا رب يا رب يا رب اللي حرمت انا منه ما تحرم ابني منه. يا رب حقق من اللي بباله يا رب يا رب. طعمين وعلى كل ولا بديت؟ ما انت كانت بكيتك. طب طعمين من بديت؟ بديش طعمين. ثلاثة بس.
بطعميك بس حبتين. لا بدي ثلاثة. تستاهل والله. انا قلت لك تطلع لي بلا
هما طلبون تستاهل سلت موت تمام. بهمش يا بابا بهمش، تعيش وتاكل بدالها. ان شاء الله بموت واتكيح منه ان شاء الله. ما فيش بندورة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يجزيك يا شيطان، يعني أجيب كل غراب وأنسى لا أجيب البندورة عشان السلطة؟ يعني ضروري يا حسنة، ضروري بندورة عشان تعملي سلطة؟ الدكتور سامي بنتم جدة ولازم بندورة عشان تعملي له سلطة. اي بلا هالسلطة اليوم يا حسنة، بلا هالسلطة. مش زاكي اللي مجدرة بدون السلطة. طيب اقول لك اليوم بلاش نعمل الجدة، خليها لبكرة. يعني لازم ارجع مشوار حسن. حاضر، انا بدي ارجع السوق عشان اشتري لك البندورة. انت تروح على السوق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. مع اي واحد انطبش يا حسن؟ ما انت شايف ايش عملوا لي الصغار؟ وانت ايش سووا لي؟ يا حسنة يا حسنة، أنا خايف عليك أنت يطبشوك زي ما عملوا معاي. متعودة على عمايلهم. حاضر يا ست، روحي على السوق. إيش أسوي؟ نعم. مصاري. صدقيني هذه الكلمة ما بحب أسمعها بالمرة. حاضر. حسنة. المصاري مفيش. مفيش رايحة. المحفظة، المحفظة اللي فيها المصاري رايح مش معاي. أنا. أنا يا حسن. الله يسامحك يا حسن. أنا بعد عمر كل هذا يا حسن بدي أطلع على النسوان. استغفر الله العظيم. خذ يابا، خذ هدول المصاري، بعت قطعتين من التطريز ومشي حالك فيهم، ولما تروح على المحل بيجيب، بس اوعك تنسى. ان شاء الله يا ابا ان شاء الله. الله يرضى عليك يا ابا يا صبري. حاضر يا ابا، ان شاء الله لما اجيب المصاري برجع لك اياها ولا يهمك. خذ يا حسن يلا. ايش بدك؟ كل هذا بدك تشتري فيه بندوره يا حسنه؟ انت راح تشتري السوق كله؟ طيب خلص روح. ما فيش حد؟ الحمد لله، الله يسهل عليك. روح. يا علي طلع يا علي، صورة مين يا حبيبي هذه؟ حبيبي سامي. شو؟ خليني اشوف. شوفي يا الله يا صبري، شوف. يا الله، اخوي الدكتور سامي. اخوك الدكتور سامي، شرف على هالصورة. الله يحمينا. قولي يا صبرين، الله يحمينا يا سامي. الله يحمينا يا اخوي سامي. حبيبي الدكتور سامي، حبيبي بحبه. طيب قولوا معي يا اولاد، يا رب توقف لي اولاد الحلال.
يا رب تجيب له ولاد الحلال، تضيف له ولاد الحرام تنتقل فيها، وتبعد عنه ولاد الحرام، وتبعد عنه ولاد الحرام ولاد الحلال. يا رب تنجحوا وتوفقوا، يا رب تنجحوا وتوفقوا، يا رب تنجحوا وتوفقوا. شوف يا بابا، شوف سامي اخوي جاب لي طير، شوف محلاه. ما شاء الله ما شاء الله، حلو كثير يا بنتي، مبروك مبروك. الله يخلي لنا اياك يا سامي. الله يخلي اخوي سامي جاب لي طير. سامي اخويا وين وين اخويا سامي؟ اخويا سامي في المستشفى. في المستشفى؟ لا دكتور ابلع مستين يا سامي. سامي اخويا دكتور في المستشفى يحبل. انت ابلع. لا 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 يا ولاد، لا يا حبايبي، مش هيك، خليكوا هادين بلاش مناقرة. انا بدي سلام مستشفى، بدي سلام، بدي تدوني ابلع بيلا بيلا. طيب حبيبي خلص بلاش، ما تروحش على المستشفى خلص. المستشفى مش كويسة، بس سامي اخوي كويس في المستشفى. طيب شوف يا ولاد ايش جبت لكم من مكتبة عمكم ابو العبد. قصة من مكتبة عمو ابو العبد؟ قصة يا صبرين. حبيب ابو العبد اقرا لنا اياها يا ابو الله يخليك. حاضر حاضر، راح اقرا لكم اياها قبل ما تناموا، بس يا ولاد لازم توعدوني بحاجة. انه ان صلي على محمد. وايش كمان؟ ما تقدرش نتكلم بصوت واطي. برافو عليك يا صبري. وايش كمان يا علي؟ نغسل دبل فنون. ممتاز ممتاز جدا. وايش كمان؟ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليكي. والحمد لله رب العالمين. يا عيني يا عيني عليك يا علي. وايش كمان يا صبرين؟ انه ما نطلعش برا بالمره. هو الصحيح هذا، بس انا بدي اتقبلها. اطلع برا؟ طيب يا حبيبي يا علي، انت فاكر اخر مرة طلعت فيها برا يا بني ايش اللي صار؟ على فيها فيها. لا لا يا حبيبي، ولا يلعن ولا ما يلعنش. عيب عيب وحرام انه احنا نغلط على الناس ونسب عليهم. ما هم دايما بيسبوا علينا وعليكم، طب شو لك الحجاب الكبيرة؟ معلش يا بنيتي معلش، صحيح كلامك، بس احنا مش اتفقنا انه ربنا هو اللي راح يحاسبهم؟ بس انا نفسي العب معهم. مش سامي بده يشتري لك كوره يا علي؟ حبيبي سامي بده يشتري الدوله. حبيبي يا سامي. ابو علي يا ابو علي. هذا صوت عمكم ابو جميل حلك يا ولاد. لقيت ايش الاتفاق لما يكون في عنا ضيوف؟ انه ما نتنقرش ونتكلم بصوت واطي. حلو كثير يا صبري. ايش الاتفاق يعني؟ انه ايوه ما نتدرس. ممتاز. ونتكلم بصوت طالب. برافو. بصوت ايش يعني؟ ايه نتكلم بصوت واطي. ايوه ايوه صح، شاطر يعني. اتفضل يا ابو جميل، اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي ابو العبد. حبيبي ابو العبد. اهلا اهلا ابو العبد. يا هلا يا مرحبا. كيف حالك يا ابو علي؟ ميت مرحبا. اهلا وسهلا بك يا ابو جميل. تفضل. والله بشوف صاير تطورات جديده في الدار، بشوف جايب لك طاوله وعليها شرشف حلو كمان ومطرد. بارك بصبرين. الله يخلي لك اياها. الله يسلمك يا صبرين. ما شاء الله ما شاء الله عليها. تفضل تفضل تريح. ايش هذا يعني مسوي في حالك انت؟ زيت ما تسوي يا بني، انت دائما بتوزع حالك. زيت قلت لك زيت يا بني. ايش بتسويه؟ بتدبي بتدبي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت بتفكر انهم بيطيروك؟ بتدبي زيت قلت لك. يا بني هيك واحد بيتكلم مع الضيف؟ بعبوش ابو زبي. ما بدي لوح. السلامة في طلبك ما بحبوش. بعبوش انتم لوح قلت لك. عيب يا بني عيب عيب عيب. انا من
الله يساعدك على عقلك. انا يا ابو العبد نفسي افهم شغله واحده، هذول الاثنين ايش في بينهم؟ دائما يتناقروا هيك، ليش هذا الولد مش طايق ابو جميل؟ يا ابو علي يا بركه، كل ما نيجي عليك زياره على البيت بنقول لابو جميل هات لك حاجه لعلي. طنش الموضوع. هذه لك فيها. والله يا ابو العبد معك حق. حقك علي يا بني علي. ولا يهمك يا سيدي. المرة الجاية لما تيجي علي على المحل راح احرق لك على حسابي كمان. شفت عاد من احسن عمك ابو جميل؟ وعذر بطل. يا بنت يا بنت يا بنت بدي بدي يوفر علينا حق الحلاقه، ايش بدك على بنت؟ ما ابو زم انت ما خليت بدي زم هلا. طيب خلص تحلق له ابو جميل خلص. ايه الدكتور مروح مش من المستشفى؟ مستشفى يا ابو علي. نعمين يا اخوي ابو جميل. شوف ايه جبت معي قصص وفيهن صور حلوه وبالالوان كمان. ما شاء الله ما شاء الله، يسلم على الايدين يا ابو العبد يا بركه. وديك ابو علي والله حاجات حلوه هذه. اخ هاي في صور متحركه وفي توم وجيري وفي ميكي ماوس. ابسط يا علي ابسط. هذه القصه للاستاذ علي حبيبي. ابو العبد انا بحب وجهي ابو جميل. يا لا تدق الثلاث لا حسيت عيني. ايه ايه يا علي لا يا علي خلي ابو جميل يضحك علينا هيك عشانك موجهاً. والقصة الثانية للأمورة صبرين. وكيف حالك يا علي؟ أبو ولادي إلا حالك تبت أبوي سيّر دمه كمان. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وين هي بعد شوية؟ وين أشوف؟ يا ساتر يا رب أي والله مسيّرين دمك ومروين لك وجهك. يلا عدوا يجي الدكتور. طيب ان شاء الله عرفتهم اولاد مين ابو علي؟ ايه يا اخوي يا ابو العبد ايش بدي اعرفني يا اخوي فيهم ولاد الحار؟ ما شاء الله عنهم كثار. فيهم العقال وفيهم الجهال. يعني يا اخوي ابو العبد احنا بدنا نلحقهم. طبعا بدنا نلحقهم يا زلمه. على الاقل نقول لاهاليهم. لا يا ابو جميل. انا من رايي انه نبلغ الشرطه. شرطه؟ شرطة يا ابو العبد نجيبهم لاولاد صغار. وايش بدها تسوي الشرطة مع اولاد صغار؟ ايش بدها تسوي؟ انا يا جماعة سلمت امري لربي وبس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي يا حبيبي. كيف حالك يا ابو جميل؟ الله يرضى عليك يا دكتور. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك يا دكتور، كيف حالك؟ حياك الله الله يبارك. الله يعطيك العافية. أهلا 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 يا حبيبي أهلين يا ابني. تفضلوا ارتاحوا ارتاحوا يا جماعة. تفضل. الله يريح بالك يا دكتور. ارتاح. البيت بيتكم يا جماعة. سلامة البيت وأصحابه. أهلا وسهلا يا مرحبا. قاعد يتوجع من أول. يا ساتر. وشوفك إيدك على جنبك يا أخوي أبو جميل. صدقني يا أبو علي. هذه بتجعني من زمان وما بتنيمني الليل. انا من زمان بشوفك بتشكي هذا الحاجب. ليش انت من اول ما عالجت حالك ودورت يا ابو جميل؟ اي انا عارف. على العموم فرصه كويسه اللي الدكتور سامي موجود وانت عنها. هل قلت بحكي معاه وبنخليه يشف عليه وان شاء الله بكون شف على يده يا راجل. بارك الله فيك يا ابو علي. بس انا شايف الدكتور سامي مروح تعبان من الشغل. لكم بدايك ولا اشي؟ لا لا هي يا ابو جميل لا ما طلع عليك. ايش اللي بتقوله؟ هو في حاجه من الدكتور جميل الدكتور سامي تغلى على ابو جميل. الله يحييك الله يبارك فيك يا ابو علي. ربنا يخلي لك اياه. ان شاء الله تشوف لاولادك يا ابو جميل. يعني يا ابو جميل لك ساعه قاعد لما اجى الدكتور توجعت. والله ما انا عارف طلع لي في السحبه انت. تعرف يا ابو علي انا بشك انه في عنده زايده ابو زيد. يا ساتر يا رب. كيف تلطف من ايش هذا يا اخوي زيد؟ ما انت مش غشيم عنه فرحمش حاله. من هنا ومن هنا انت سال علي. هذه لك فيها. ما بديني بديني بس علي. ما انت بديني عني الحال كنت كافر يا اخي وصرتوا تشخصوا على كيفكم. ما شاء الله ما شاء الله. الله يمسيكم بالخير يا جماعه. الله يسعد مساك يا دكتور. سلم ايديك ايديك يا عم ابو العبد.
الله يمسيك بالخير يا عم ابو جميل. وكوباية عمك ابو جميل. تفضل يا سيدي. ايوه هي المطرطحة. الله يمسيك بالخير يا الله. يسعد مساك. اهلا وسهلا يا يا هلا. اجيب لك يا علي؟ يا علي بلا شيء بلا على حالي ويبهدلنا يا زلمه. صاير ايش بتقول علي؟ خلاص معلش. صحيح يا بابا وين امي؟ صحيح يا مالي. هي وين حسن ان حد ما قعدنا ما شفناهاش؟ اخ يا سامي يا بنية. عمك يا بنية حكيت حكاية. خير ان شاء الله. هذه يا سيدي عرفت انه دكتور سامي نفسه في المجبطة. وماله؟ وماله ما قلناش حاجة بس كيف عرفت هذا اللي مجنني؟ المهم طلبت مني اروح على السوق اشتري الاغراض كلهيتها ومن ضمنها البندورة عشان تعمل سلطة. رحنا على السوق شوي لكل اغراض ونسينا نجيب البندورة. عوايدك يا ابو علي عوايدك. ايش بدنا نساوي يا ابو جميل؟ ما انت عارف كم دواير الواحد في راسه. الله يكون لك معين. المهم يا سيدي روحنا له بهالخريطة بدون البندورة. راسه ألف سيف الا غير ترجع هي على السوق وتجيب البندوره. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اقنع فيها يا بنت الناس. لا لا يطبشوك والله يا ابني يطبشوك. لا يطبشوك هالاولاد لا يغلبوك ابدا. قال ايش؟ الدكتور سامي نفسه في المجدره ولازم مجدره. خلاص. كان بلاش يابا بلاش بندوره. ما هو يا ابني مجدره امك المهم ما تمشيش الا بالسلطه. كان علبة لبن أي حاجة بلاش مجدرة. يعني أنت غشيم على عقد أمك يا سامي. ما هي عنيدة عنيدة زي أبوها الله يرحمه. عيش يا أبو جميل. عيش يا أبو جميل. عيش محبينك. كيف حال أخوي حبيبي علي؟ أنا مش مبسوط. ليش يا علي؟ بنت أبو جميل إلا وحدة حبوس أبو جميل. لا لا يا حبيبي علي أبو جميل صاحبنا وحبيبنا مش صح الشيء. لا بنتي زغليلة وعدتهم لو عبدوا لك. هو يا حبيبي يا علي بحب يمزح معاه. جبتلي حاجة؟ جبتلك معي كورة. ايه رح نلعب بالدولة؟ رح نلعب بالكورة يا علي. طيب السامي مش هالوقت. تفضل يا علي. يلا ما احنا صغيلة صغيلة بس. وتفضل كمان هذا. هات البيلة. هات يا ابني انت بتعدي صوت. انا عقله مشقلب. وين السيارة؟ السيارة ماشي بكره بجيب لك السيارة بس بدي تقول لي شو بدك تعمل بالسيارة؟ بدي افاصة ابو جميل ولا لا افاصة ابو جميل؟ استنى شوية. والله بيعمل عقله عقد. حبيبي علي. كيف حال اختي صابرين؟ الحمد لله. خليني احزر ايش شفت. طيب حزر شو جبت لك؟ صابونة وشامبو؟ عليك لو شاطرة صبري شاطرة. اطلع ايش عمك ابو العلي عطاني؟ عمك ابو العلي؟ طيب قلتوا له شكرا؟ شكرا يا عم ابو العلي. شكرا على واجب يا ابني. حبيبي ابو العبد حبيبي. يا علي لما تتفرج على القصة فرجيها لصبري. طيب طيب. عشان هي تفرجك على قصتها. ايش يا دكتور؟ سمعت انك ناوي تكمل نص دينك. والله ما انا عارف ايش بدي اقول لك يا عم ابو جميل. يا ساتر يا رب. يا سيدي ابوك حكى لنا القصه. وابو العبد حكى مع الشيخ عبد الله شيخ خارتنا. والشيخ استعد يروح معانا. وصار الاتفاق انه نطلع بعد صلاه المغرب. والله ايش رايك يا دكتور؟ اللهم صل على النبي. لكن يا دكتور لعقيت ما قلت لي البنت بنت مين؟ يا عم ابو جميل يا ساتر يا رب. خير يا ابني ايش في؟ يابا اهلها مالها اهلها يابا اهلها مش راح يوافقوا. يا دكتور على العبد انه يسعى والوفق من عند الله. حكي ابو العبد مظبوط 100%. بس يا عم ابو جميل المشكله مشكله مشكله ايش يا ابني؟ الله لا يجيب مشاكل. يا ابني انت اسمع كلام الجماعه وتوكل على الله وروح معاهم. صدقني ما انت خسران حاجه. ليش لا؟ هاي الكلام المظبوط. لكن يا دكتور قل لي هي بنت بنت مين؟ قل له يا دكتور قل له قبل ما يعلى ضغطه. ما انت عارف هدول الحلاقين.
يا عم ابو العبد، يا عم ابو جميل، البنت اسمها سلوى وبتكون من دار ابو محمود. سلوى ومن دار ابو محمود؟ سلوى ومن دار ابو محمود يا ابو جميل؟ سلوى ومن دار ابو محمود؟ هذه اكيد بنته لابو خليل، صح ولا لا يا ابو العبد؟ مظبوط مظبوط يا عم ابو جميل، خليل بكون اخوها. والله يا دكتور هدول ناس محترمين، خصوصا بحبوا الناس المتعلمة. 100% يعني راح يوافقوا. وبعدين مين بصحن له يجوز بنته لدكتور امور زي الدكتور سامي؟ حسن الهمزة ام الهمزة. الحق يا سامي الحق، يا شباب الناس ولك يا سمير. اي والله يا ابو الابو، وانت يا خالد مش هرعى خالد تسوي هيك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايش يا الله يا حسن، ايش اللي صار؟ ايش اللي صار؟ وقلنا يا حسن بلاش تروحي على السوق، ما قلنا بلاش، هاي اللي حسبناه. يلا يا ابو العبد يلا يلا روح معي، خلينا نقول لاهاليهم يلا. طيب يا ابو جميل انت عرفت ام ولاد مين؟ انا عرفت اثنين منهم 100%. اذا اهاليهم ما ربهمش احنا لازم نبلغ الشرطه. شرطه ايش يا زلمه؟ هدول اهاليهم ناس محترمين، لكن هدول اولاد جهال، احنا بنقول لاهاليهم وهم بربوهم. تعال معي. يا دكتور قبل ما انسى، ان شاء الله راح نتلاقى بعد صلاه المغرب ونطلع منها. ان شاء الله يا رب العالمين. طب ما احكي لي ايش اللي صار فيك؟ ايش اللي صار معك؟ يما فداك البندوره، فداك يما فداك يما، من غير بكره يما، من غير بكا، من غير بكا يما يما، من غير بكا. يا عين حاجي بكا، يا عين حاجي بكا، يا عين ظلمتيني، يا عين يا عين زدت العذاب، يا عين زدت العذاب، وما عهدتني Thank you.
يا سلوى 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 يا سلوى. ايوه يا بابا. ايوه نعم. وينك يا بابا؟ بنادي عليكم الصبح. ابدا بس انشغلت شويه بالمطبخ. معلش. اقعد يا بابا. عاوزك. خير يا بابا؟ خير ان شاء الله. خير يا بابا. بدي اسال يا سلوى. ايوه. ايش اللي صاير في المستشفى اللي بتشتغل فيه؟ في المستشفى؟ من اي ناحيه؟ يا بابا سمعت في نشره الاخبار انه في تحقيق وفي تغيير. ايش اللي صاير؟ في الاخبار تحقيق وتغيير. ايش قالوا بالضبط؟ والله يا سلوى كل اللي قدرت افهمه انا من نشره الاخبار انه في ناس بتستغل مراكزها ومناصبها. ايش زي هيك يعني؟ ينصر دينك انت محمود. لا يبدو لي انه عندك اخبار اكثر من الراديو يا سلوى. عندي الاخبار كلها. وكيف عندك الاخبار كلها؟ فاكر وليد الممرض في جسمنا؟ وليد 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 اوعى يكون يا سلوى وليد اللي جا خطبك السنة اللي فاتت. أسفل وأسخف من هيك ممرض عيني ما شافها. يا ساتر اوعى يكون سبب لك مشاكل ولا أساء لك يا بابا. أخ يا بابا هذا من يوم ما رفضنا خطوبته. طيب هو إذا شافني بحكي مع دكتور ولا مع ممرض يا إما بيغلط عليهم يا إما بينكد عليهم يا إما بيهددهم. معقول يا سلوى هذا الكلام بصير؟ ورئيس القسم الدكتور فؤاد معوش خبر يا بابا. هوهو دكتور فؤاد وليد حاط الدكتور فؤاد في جيبته الصغيرة وهدول من يوم ما شافوا صورة الدكتور ساري بالجريدة إذا كان عندهم عقل طار. أنت بتتكلم مع الدكتور اللي صورته في جريدة اليوم يا بابا؟ دكتور ولا أحسن من هيك دكاترة. الحقيقة حكوا عنه في نشرة الأخبار برضه يا سلوى. غيرين منه لأنه فهمان ومحترم. طب وليش غيرين منه يا سلوى؟ ليش؟ مش بس غيرة وحقد وكره. تخيل تخيل انه وليد مر على مرضى المستشفى كله موضعهم على تقرير انه المستشفى لازم تتخلص من الدكتور سامي. وبرضه هيك موضوع بيدراش فيه رئيس القسم يا سلوى. ما انت مش عارف شو قصة دكتور فؤاد. خايف الدكتور سامي ياخد مكانه برئاسة الحكومة. حول ولا قوه الا بالله. اما لخبطه يابا برضو انا ما فهمتش هالجيت ايش علاقتك في الموضوع. علاقتي في الموضوع شوف شو عملنا. تفضل يابا ارتاح. ايش اللي صار يا سيدي؟ احكيلي بالضبط. شوف يا سيدي قبل يومين كتبنا تقرير مفصل بكل اللي بيحصل بقسمنا وبعتنا نسخه رسميه منه لدكتور محمود رئيس المستشفى. انت عارفه. ولا بعرف اللي هو يا بابا. انا اعز اصدقائي دكتور محمود راجل نظيف وراجل قد حاله يا سلوى واكيد اكيد راح ينظف هالمستشفى ويحط الرجل المناسب في المكان المناسب ان شاء الله. هذا اللي بنتامله. شوف يا سلوى انا الحقيقه اللي خاطر تاخذيلي اجازه اسبوع ولا اسبوعين لغايه ما المعمعه هذه تخلص. فكرك يا بابا؟ ولا تقربي نواحي باب المستشفى. انت يا بابا اللي عليك عملتيه. حطيت المسؤوليه بين ايدين اصحابها. وبهيك اديت الرساله تبعتك. والله كلامك مظبوط يا بابا. وكمان هذا الموضوع بالذات بديش يدرى فيه اي حد خصوصا اخوك خليل. لانه انت عارف خليل شاب وصدره حامي. بلاش نروح ضرب لنا اللي اسمه وليد هذا. ونقعد في واحدة وفنتين يا سلوى. لا من هاي الناحية اطمئن يا بابا ولا يكون لك فكرة. الله يرضى عليك. يا سلوى أنا ما شفتش خليل من حد ما جيت. أعتقد إنه بيدرس. لحظة أشوف لك إياه. شوفي لي الله يرضى عليك يا بابا. أيوة ايوه مين على الباب؟ اهلا. السلام عليكم. كيف حالك يا ابو خليل؟ سلامات. كيف الصحة؟ سهلا وجميل. كيف الحال؟ يا حي الله. والله عاش في شافك يا ابو خليل. بشوف الشعر الطولانات. الله يجزيك يا ابو جميل. الحقيقه الي زياره عليك على المحل. يا سيدي وقال لك عندي مفاجاه كمان. اتفضل اتفضل نسلم على اللي وراك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا طبعا. يا مرحبا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا بك. اهلا وسهلا.
السلام عليكم. اهلا ابو العبد، يا 100 مرحبا، يا 100 مرحبا، لست شرفت. تفضل، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا. كيف حالك يا عم وكيل؟ الله يرضى عليك يا عم، اهلا وسهلا. تفضلوا، اهلا وسهلا. شرفوا يا جماعه، شرفوا. أمست وشرفته، بيت بيتكم. يشرف مشارك يا ابو خليل. الله يمسيكم بالخير يا جماعة. الله يسعد مساك. أنت عارف يا أبو خليل. أهلا وسهلا. أنا فتحت قسم جديد. قسم جديد؟ آه. قسم إيش يا أبو جميل؟ قسم للميش والصبغات كمان. الله يجزيك يا ابو جميل، انت شايف الشعرات سود والحمد لله يا ابو جميل. انت شباب بس غيرك. اهلا وسهلا ومئة مرحبا. اهلا وسهلا يا جماعه الخير. هذا اخر كلام عندك يا ابو خليل؟ والله يا جماعه الخير ما تاخذوني، هذا اخر كلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لما اولاد الحارة كانوا يطبشوا على ابويا، لما اولاد الحارة كانوا يطبشوا على ابويا كان يقول لهم اشتكيت كل اللي خلقكم يا ناس. مش هيك، مش هيك يا ناس. انا مش عارف، انا مش عارف انتوا كيف بتقيسوا الامور يا ناس. مين المعاق؟ قولوا لي مين المعاق؟ ليش بتأمنوش غير باللي بتحسوا فيه وبتشوفوه بس؟ يعني قلة الذوق وفساد الأخلاق مش إعاقات حديدية. عمال أنا مستنيان من حدفاء المجتمع. أنا مش شايف حدا سليم من هيك إعاقة. ولا يعني وليد ولا الدكتور فؤاد هم السوبرمان هيك يعني؟ إذا كان هيك، إذا كان هيك قولوا على مجتمع الإسلام، قولوا على مجتمع الإسلام، قولوا على مجتمع متعلمة ومثقفة. معقول يابا؟ طب انا كل اللي عملته عشان مصلحتي، عشان خاطرك، عشان مصلحتك انت يابا. ايه سويته؟ صح يا ابو خليل، صح يا ابو خليل، صح يا ابو خليل. يا بابا انا اب، يا بابا اللي عملته عشان مصلحتك. مش معقول، مش معقول ازوجك في اسره فيها اعاقات جسديه وعقليه، بكره لما تخلفي كيف اولادك ممكن يكونوا يا بابا؟ انا كل اللي بدي اياه مصلحتك، مصلحتك يا سلمى. طبعاً أبو خليل مصلحتها، طبعاً بكرة بيجيها واحد أحسن منه. أنت مجنون بدك تودي بنتك تخدم في عيلة كلها معوقين؟ ها 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 ها
مش صح. مظبوط. هو ايه الذنب الدكتور سالم؟ ايه ذنبه انه انوجد في اسره فيها اعاقات؟ بس انا كمان اب، انا اب بدي مصلحتك، بدي اياك تعيش حياه هنيه يا يابا. ارحميني يابا، ارحميني من العزاء. يا ناس انا حيران، انا حيران. قولوا لي يا ناس اللي عملته صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ سامحني يا رب، سامحني يا رب. Thank you.